لما هاجر أصيل الغفاري إلى المدينة سأله الرسول عليه السلام كيف أحيت مكة، فبدأ أصيل يتكلم عن جمال مكة وعن هواء مكة وزينة مكة، فأسكته الرسول عليه السلام وقال ويحك يا أصيل لا تبكنا، فعل قلوب تقر قرارها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بكى لفراق مكة، بل كان يخاطبها ويقول ما أطربك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن أخرجوني منك ما سكنت غيرك. من زار مكة يعرفها لا تصلح للعيش، يصف القرآن الكريم نفسه واد غير ذي زرع، لكنها كانت له وطن، ولا يعرف الوطن إلا من يعرف الغربة. القرآن جعل ألم فراق الوطن بعد ألم الموت مباشرة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. حتى في العقوبات السياسية يأتي النفي من الوطن كعقوبة مباشرة بعد الإعدام. عبد الرحمن الداخل، الكواكبي، ابن خلدون، نابليون، حتى المهاجرين بقي اسمهم مهاجرون بالرغم من قساوة هذه الكلمة. هو هاجر لكنه أسس أمة عاد بها إلى مكة ودخلها برايات بيضاء وخضراء. هاجر ومعه مسلم واحد، ولكنه عاد ومعه 10,000 مسلم. هو هاجر ليعلمنا أن الأهداف تبقى ثابتة رغم قسوة الظروف، ليعلمنا أن عملنا ليس بالضرورة أن يكون في الوطن، لكن أثره لا بد أن يصل إليه. هاجر ليعلمنا أن المكاسب في الغربة قد تكون أكثر بكثير من الخسائر، ولو أردنا نحن أن نحولها إلى ذلك. هاجر ليعلمنا أن رسالة الإسلام رسالة عالمية لا ترتبط في أرض ولا عرق ولا لسان. هاجر ليعلمنا أن ما بين أحلامنا وتحقيقها حاجز هو أنت. هاجر ليعلمنا أن الحق جهاد، والعمل جهاد، والعلم جهاد، والعبادة جهاد إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم. ليعلمنا أن الحق غالي، والعلم غالي، والكسب غالي، لا يناله أصحاب الخمول. هاجر ليعلمنا أن الحرية هي حرية الفكر والكلمة. ليعلمنا أن النهضة تبدأ بفكرة مع يدين مرفوعتان للسماء. ليعلمنا أن لا نتأمل من أحد شيء، فالأمل الوحيد بالله ومن الله. ليعلمنا أن الخير موجود في كل مكان، نحن الذي لا نراه عندما لا نمعن النظر. هاجر ليعلمنا أن الحرية هي ما يجعل الإنسان إنسانا مكرما فوق غيره. هاجر ليعلمنا أن الهجرة قد لا تكون بالضرورة النهاية، بل ربما تكون بداية كل شيء.